السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا سود وادو هلا سود وادو أخيارته. آد يا آد بن الدين سلام يا. عدك وحنفل يا والله مغلا. الله أيضا بركيه. سو دوادا سو دوادا آد ياد بان إذن سلاميا آد ياد بان إذن سلاميا أخيارته صومالي ميلو البو أد جوكتان الله إذن دورو الله إذن دورو الله إذن دورو الدنيا أخرى الله إذن دورو ونوغوه صومالي ميلو البي جوكتاه ميلو البا أي داد سنتهاي إلهي وحان كبريي تلاضو دحال إنو كييلو أمني أمان إن أوسيو إن أو دورو أو أسترو أنت هذا حنونسن إلهي وحن أقبري إنه عافيه أنت حرن إلهي إنه سودايه على شيء قريه عوه عنوانك السداد أركتان وحن ربا إن دل استاجو رنتي عنوانك أد أركتان وعنوانك حق آذن دل آذن لحين وحدك سنتهين إن ما أنت أنت بدن دل كيني لسدعيه دولل أنو دات كل هين إن إشرعي سنايان إن قرب لو رات سنايو لعق لو رات سنايو محاكمة لو هرتوبين يهي سبر لوغوين لو دونان يو يا دول قفك أوسان لحين يعني حايان دراء دول آذان لحين أذو أكسون إن آذان لحين إن آد هدانا حاران كسي رات ستيد شيء أيان دراء خمتي مركا عاوه وحان ربا انتو الهي ايقا كرسيو ان ان دل استاغو حقاضا الدون كي اللو دل آذان لحين مركا اصحاب ترنتي هلا عسومو ان بضن بالا دعي ان بضن بالا دل اللقا قاتي ان ميكاليسكو هايستا محكمة دال لو بلن سنية هاي انو ننقوغين والله وحان هو قوالا ذا صوماليا اوردان ودما يعني أنت قبل ودن كينو يا هاي أنت تولا أنت دجمعة إن محاكم تهرتوا بالريل لفسد إذا قارب بدن إيه وبلن سنجين إن لسكو هاي استدلال يا إن لسكو هاي استدلال إن لس دلما يو دلما جنة وسعونا يو مركا حلاش هلا شيء قريو وأنت صو كلمة أن إري أن ك وأن كما أركتاي سيدو حبيب كان صلى الله عليه وسلم يا إن قفك ظالم كأح ديجيه سأنت يكون دعان إنه كهر إنا محكمة الله باهنن لا لوش إن لبحي الله باهنن مسكين كي لها دولك إن لو عليا لقيابا مركا خير كالسوك المي وتعاونوا على البر والتقوى يا وناقها لسوك المي ليري مركا هيسها يقصل غسلك يوحيابها فسقي قاح نيكذا يوحيابها إلهي عرقليني واتشي قريسان ومانتا وحواي هدي نيكس اداركتان انتي نبضن وحاد سمينيسان واد شي قرينيسان بل كمانان روح ايا داوانيسان لكن رنتي رنتي وحبضن بان اذنو اغاهي والالكينان احاي خير كامودن ان لشي قريو خاصة ارنتان حساسي اح اي تاغن مانتا انتي نا اداوانيسان وحا حقيقة اح قار كاميدا لكودي إن لهايستو قار للتغي قار لإبسدي يا قارنا إمي كوا أي إسكالوشان ودعي كرتا مركا كلمة آن شيغي إن إلهي أغوغر قارا لغيابا مساكين تدلماني هلا قارسيو أو خير كان وقيلنا يا رمتي إذن كنا قارسيا أو ولا لها عسوما أو بيجشك كدرا أو إنتو نوو ده قارسيا إلهي هيدا مو ده قارسيو خير كيسي ولا ليال أرنتان ظلمي أهرنتي وأرن أدونك أردن عممتي ظلمي أردن ما أنت كمهد الدوني وحان كهد لايا ولولالك كيلية إيوحيا بهلك لقاتل لولالك أيان دول إستاق دونه دو إلهي يره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا لها صوماليت ومدرسة محمد صلى الله عليه وسلم
مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ومدرستي خيرك ومدرستي هنونك ومدرستي أقرقاري سيدتك الظلما ومدرستي علمك ومدرستي إليل كين إنو حري سي الله سبحانه وتعالى ومدرسة حدين سيدب أغرق أنه إلهي أنكر جينينو إن ومارك تايي إن جيو مع الحبيب جنة الفردوس هدو إلهي راد إلهي بانو كبر ينا إذي الكين مركا هلا جارسيو ولا لها ودن هلا جارسيو حفليا إن نوفلا ويسوق قالين آد ياد بد أمها تسنتهين رنتي انت دعادة دالبانيسا انت حنونسا انت هنا بلابن درسينا كلمة دينا الهي وحان اقبري يعني موضة اخرين كري اذي الكوت او هدف كي ان لها اي كلمة دي ان ربئنا اذن سو قارسي ايا حوقها معركة يدى يعمي سمركة الله اذن بركي لكن انت دعادة صوت دالبانيسا اي حنونسا انت ارموه سكيهين انت عليس كسارا انت اسبتال ذو كجرتا بوكان جيفي بوكان سعود إلهي وحن أقبر يي إلهي إذا كان آمين سدا إلهي وحن إذا كقبر يي إن إلهي عافيه إن إلهي عافيه عافي ما دوا شيء مهم أهي فرنتي والنعمة من نعم الله إلهي وحن كبر يي أنت حنون صن الله عافيه أنت حنون صن الله عافيه أنت إسبتال ذو كجرت الله كصوصارة يقو عافي ما تقبه أنت ناوع إلهي هأبو قرنيو إن بضم باحران إلهي حبسك هكا كسوصارو إن بضم باقوبض لقاتي ددك إني ولا لهين قلبيتك أقحي إلهي وحان كبري قرة عينك المها كو قبو سنيين إلا قاتي قالدو قادتي الله أسوع ليو يوغو كراميسا معززين مكرمين إلهي هأسوع ليو إلهي وحان كبري إنت الوصو صعودا إلهي هكا حجابو إن بضم بارنتي حيران الله سودايو إن بضم بامقان الله سوعليو يلاهي وحان كبرين قفو البار أو مارتاي إأركيا يقفو البو إدغي سنيا إنت أي قادو إنت أي قادم با إلهي وحان كبري مرادكو ذا الله أسهلو مرادكو ذا الله أسهلو مرادكو ذا الله أسهلو خيركا وكلو قولي بانيو والله خيركا وكلو قولي بانيو إلهي وحان كبري خيرك إلهي هينو عميمو خيرك إلهي هينو دائميو مدولي إجراء الله هينو غييرو علم دينا الله هينو أسطرو عزقو دي شرفكو دي الله أزياديو إلهي وحان كبري خيرك إنو إلهي إنو دائميو إذي الكين أينو كوض الشقينو خيرك خيركا وخيرك الله بحسن يوم مالك قيام وخيرك أين أدونك كهلين وحوالبو أين أباهن وخيرك أين إلهي أقول دوانين وخيرك أين سعادة فرحة كهلين وك مستقبل كين الدنيا كها جاجيو وك اللي نوجد بدافيو وك مالك قيام إلهي هرتي أين مارك تاي حساب إلهي إنه غفظ دينيو ميزانك إنه غفظ لينيو جنة الفردوسنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم أين رجين إنه إلهي إنه غينيو لكن قف إنتو إس سوقاوي نركي إس كسور لغي مدحي سوقاوي نركي كسور تغي بول بري إيو رجي إيو مارك تاي قرن إس كسور لغي يا حد نسي عاي تمي أفئي أدنبا يا إنه أنتو هالكن إذين سو فريستو إذين قايليو إذين عايتمو أشياء جريسان تا خير معها خير معها أنت بدن ظلمي إنا هيستا يوحى إنا صارنا عليس أنا تاسك نالتي إن ظل بنانك الله صباح مع سيد إلهي إن مع سيد إلهي بنانك اللي يمات وحيابه إلهي أسرع في نويان قري جاي دحدي سويحي كارد إبليس كوسب قيو ولا قرتي واتكلابت الهي وكرافيا وكعرفين يا اله وكعرفين حسب ولبها اويناته شركي اوغوينه الهي وكعرفين هدات كلابت هدات ردود الهي وكعرفين مركز سولابت حدو الهي كوافجيو لكن تلل صوبها بنانك للي ماده وحي قريه لي ما قرين ان انت لي راه هل كان لي يشرح بريدي للروح بلايدي للروح قاديه للروح مضحي للروح يا يعني حواي أو هدنا لسكسي الدوب أو اللي هي أصحاب تيدا شجرية سارة بسكرات جرية اللي يرهن معنى هذا وحويان
عذاب كي تضبط عذاب إيه مارك تاي جهنم أوين تاي كشيء جرية والإجية إجية عذاب كي إجية إجلية يقول طورة معناها هذا تسوية والله إن لمن يسدا أهو أيام أهو معناها هذا سدا إنه يه يا ها معناها هذا سدا إنه يه مارك إلهي أي نكبقنا إلهي أي نكبقنا شرف كين أي نضورنا عرض كين أي نضورنا ها جركين وقالي إلهي حبنا هو ينسي وقالي آه موضوع يجينا كم بحن رنتي وحن لا يهي إن بدن دتك هالصوق جلان هالصوق جلان بحاول عي موضوع عن ربا إن عن برارجيو وكعلنا يا وحقاذن دل آذن لحين ها حقاذن دل آذن لحين وعذاب عذاب ويان خالي هذا مركا كا ايان دوني انا برارجيو مركا الهي اينو كبغنون وحيابها اينو شيغا غوردا اس روحيسا اي ويلكا اس روحايه جيسها حيران اي دركي كدعاي اي قيليني اي سدا كو قوقن ان وحبا مقلينين اله اقون النبي اقون دين اقون يا اي ابليس كحيرو او جير اي قيليني اي ميديها دائما دلتاغن يا وحا او سمينيو ويكل حنيين طبعا وحدو فيرين اي سيدنا ووالدي ساد ايجيسا لكن مركز شيء قري سيد خلاص إلهي وحوليه ولا تغف ما ليس لك به علم هدول استاجن وحاذا أقون الله وحن وحبت دنبك وجرين هدول استاجن هدا دول استاجت إن ده يدقه يو قلبي ولا يا حسابنا يا ها ولا يا حسابنا يا يعني مش شيء قرينا لكن اسكي ايجي اسكي ايجي دل مرة ده كان لما داود لما نفيريو وحن الذين شيء يوردن وحيابهم تي خير إذين أه ودي أبتين وحن تي دائما جعله وخير كينا وحن جعله ووناجينا وحن جعله وعزينا وحن جعله وشرف كينا والله خير بان إذن جعله الدنيا آخره نبض ينولل أيان إذن لجعله مستقبل كينا إنه هاجاو أيان رنتي جعله مركا رنتي يا لك عن بدحين دينتا اسلام كيينا قعن بدحين مركا ان يرمي لها صور انت لا صور اسلام كلا عايو واتكعيسان ودكسونتي تاسك لي ما هني وحال الربا ان اد نقط مسلم مسلم بلد دون ان اد نقط مسلم كوائن افكاي يقدم هذا لا لا نبت قالو تاسا مسلم كويهي مسلم كقبط اهواتها مركا الهي هيدا عزيو إلهي هيدا شرفه موضوعنا بين أجد قلينا رنتي موضوعنا دت كيمك نوصل بيري وحن لنا هاي وحوها أو أن وقوم قعدر نواه حقاً دل آذن لحين حقاً دل آذن لحين ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى ولبو حن آد وجعلا وحن آد وجعلا دت كدل الكهست طبعا qarbad garanaysan iyo dadka laga haysto yaad garanaysan inaad ku sheegareysan si ay u maqlaan si ay u maqlaan waxaanu rabnaa hadal kaliya maaha hadal kaliya ma fiil baan rabnaa kelmadeedan markay dhamaato haduu ilaahay yiraahdo ilaahay haye fududeeyay sida sawaabkaana allah ku duu carabkayge kelmadan markay dhamaato waxaan rabaa xal inuu yimaado in badan dhulalkoodi in loo celiyo in badan dhulalkoodii in loo celiyo maxaa yeelay waana ogaho kelmadan meel fiican bay dhacaysa in badan dhulalkoodii waa loo celinaya waa haday maqlaan dadka dhulalka qaatay wallahi waa hubata sababtoo ah qalbiga wixii ka soo baxa ayaa qalbi kala gala laga yaabee kelmadan oo ilaahay dartii aan u dhahayo runtii aanan wax lacag ku qaadanaynin social media-na aanan lacag uga rabin يوتيوب نانا جلينين او مارك تاي انا تيك تاير انا شيلن كرات سنينين الهي درتي وان اشيغايا عيالك يوحان اغتغي وا الهي درتي وحان قيلنا يو وا الهي درتي نل كان احيي وا الهي درت وقت كان وحكالان قبصان لها وا الهي درت ظلم غا سارا ددكيغا ان كرمتي ان كديدينايا مركا قلبي بان كهادلايا waxay guuna qalbibay ka soo baxayaan waxa aan ku dhawaaqayna waa wax ka sugan afka udgoon ee xabiibkeena ku salli xabiibkaage sallallahu alayhi wasallam marka arrinku is qabanaya marka
ilaahayna in badan buu maaragtaayo kusoo leexinaya oo dhulalkii uu kaga soo celinaya. Ha ka bakhaylin marka adig, anigu hadalkayga iyo cilmigayga bakhayli maayo, la gaabin maayo. Adigu inaad gaarsiisid walaalka oo aad xataa u sheeggaraysid oo aad u duubtid oo u seefgaraysid oo aad u gudbisid, marnaba ha ka gaabinin. Runtii inta ilaahay aniga aan ka rajaynayo xasanaadi ajir ah in la eg ayaad adiguna ka helaysaa. Marka aynu khayrka annagoo isku duuban, isku qalbi qalbi qof keliya ah uli diirkeed aynu khayrka ka wada shaqayno, waynu guulaysanaynaa insha allahu tacaala. Mar kale waa madrasatu Muxamed sala allahu calayhi wasalam. Madrasadan hadda waa un maaragtay mobile, meeshaan taga unbaan kaga dhawaaqaa, laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa ardulwaaqica in aan keeno oo aan dhiso oo aan runtii in badan oo dhalinteena ahna runtii aan maaragtaayey halkaa aan ugu sameeyo wacyigelin hadduu ilaahay idmo. Walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka uu dhahayo yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil. Dadkii allii nabi rumeeyow, xoolihiina maalkiina dhexdiina xaq daraha ku cunina, yaanu walaal cunin walaalka kale xoolihii bigayri lxaq, xaq la-aan yaanu ku cunin. Waxa la cunaya ma aha wax afka un la gashtay ogow. Aayaddan waxaan usoo qaadanayaa dhulalka la kala cunayo, dhulalka la kala qaadanayo, laysku dulmayo, layska iibsanayo, la kala leexsanayo ayaan usoo qaadanayaa. Xoolo weeyaan, dhulku waa maal, maal weliba qaali ah weeyaan, ma guurto weeyaan. Maalka walaalka ha ku qaadanin xaq darro, ha ku cunina maalka walaalka, xoolaha walaalka gardarro ha ku cunina. Yaa dhahaya ilaah baad ku dhaariyay, yaa dhahaya waa Allah subxaanahu wa tacaala, waa ilaaha ku abuuray kaa wax dhacayo, waa ilaaha ku haya noloshaadan adduunka ku haya, waa ilaaha dhaqdhaqaaqaaga haya, waa ilaaha aanan ku faaruqin, waa ilaaha malaa'ig kuu saartay halkan, waa ilaaha neeftaada oksijiinta iyo kaarboonka kala bedelay, waa ilaaha habeenkii iyo maalintiisaad ku nooshahay, waa ilaaha ku siiyay caafimaadka, waa ilaaha indhaha ku siiyay qaaliga adduunka oo dhan ka qaalisan, sankaa dherree qurxoon, dhegahaa qaaliga ee geesaha ku yaala, bishimaha carabka, ilkaha, waa ilaaha gacmaha ku siiyey, lugaha ku siiyey, caqligan ku siiyey, ilaaha nolosha ku siiyey, ilaaha in badan oo khalqigiisa kaa fadilay ayaa wuxuu ku leeyahay ha ku cunina xoolaha dadkiina, walaalihiina xoolahooda, xoolihiina dhexdiina gardarha ku cunina. Waa ilaaha ku qaban karaaya, waa ilaah hadduu nicmo yar oo nicmooyinku ku siiyey uu kaala noqdo, af labadii aad dhawaaqaysid caaha adduunka oo dhan hadday isugu kaa yimaadaanna ayan kuu bedeli karin oo aanay ku siin karin. War ilaahay ka baq, ilaahay ka baq kaa dhacaya dhulalkow, ilaahay ka baq, ilaahay ka cabso, ilaahay ka baq. Waad dhiman karaysaa mar walbaa, nafta kaa bixi karaysaa, haa naftaa kaa bixi karaysa. Adigoo hadda dhacay bixiyey laaluush dhisay aanan weliba intifaacsanin ayaad dhiman karaysaa. Haddaad dhimatidna axaadiista aynu sheegi doono ayaa ku qabsanaya. Haddaad ogeyd tan ha kuu noqoto degniin, ha kuu noqoto xusuusin, haddaadan ogeynna cilmi ha kuu noqoto hadda baro. Walaalayaal, ilaa ma aha dadka wax dhacaya oo dhan cilmi la-aan iyo jahli inuu u geeyey, in badan iyagoo ogsoon ayay dhacayaan, bal qiil ayay u samaysanayaan. Qaalna gafla ku jirto, qaarna gafla ku jirto waanay ogeynba waxa ay samaynayaan, ilaa uurkoodiiba xaaraan daday, qalbigiiba madoobaaday. Kallaa bal raana calaa qulubihim maa kaanuu yaksibuun. Halkaas waa madooba, waa meesha wax lagu kala garto. Dadka waa un socdaa, sawirku waa insaan, waa hebel iyo hebel, waa eedi iyo habaryar, waa adeer iyo abti, laakiin muuqaal unbaa insaan ah, laakiin uurkii iyo garashadii waa xoolo, bal xoolihii kasii daran yihiin. Xoolaha
أي حاجة كسي جيران وحد لها ينوى الله إله يقان قلبي قاق إي أور قاق إي وحاات كنوشة إي وحاات تهي ها وحولو أنعام جيل إي لو إي أري جيل حدي ما انتقنا للنواق يمحوك قرانايا ما قرانايا ما قرانايا جيل مركوا جيل إي لو إي أري أي اللي جيل بل كون والا لستا والا دغدا والا عنا والو انتفاع والا ررتا يا وحوض دم با لغا فائديستا لكن كان محل لغا فائدايا رحبا مركا ان بدن جهلها او قيسو تن حسوسينها او نقطو علمها او نقطو انت قراني سيها المانسان غفل ذن حسوسينها او نقطو قارسية قارسية لعكو قادن مين لعك والله انا كو قادني إلهي بانو أقربنا لعك لكن أجرك حق ويان أنك هنتي وحان هاي غير آخره والله أدونك إنا أنا نوحبك الربن أدونك نعمة إلهي نيكسيي نعمة أه إن أن حمان تنرهبنه وناقا نفرنه يا أيا إلهي إنسيي مارك وحكا لو أن أباها النهي مال مارك دو إلهي أن أدونه إلهي أن سبلو ويسينينا إلهي أن جعل الله إلهي أن برينا دعاء أنوضنا إلهي قف هايستا قف إلهي تلسارتي قف إلهي سبلو ويي أما إلهي بأودو وحاوى عدو أباهن يهي ماله مركا إذي لكن إلهي هاي نودو ويو إلهي هاي نودو ويو كو إلهي أودو الله هاي نغو ذيالو إذي لكن عدا أباهنين مالها مركا ولا ليال حالا قد بيو عدو الباها لقارسيو مركا إلهي إله أديك كأبوري ويان كم كرهية حولها دحذينها عنينا حق دراها كعنينا ودي دين مرك إن بدن ودي دين حوله ويلا بلقايان يقو أكسون إن أي حاران تهي قعنتها أتاقن أفر إلا باتن ساع ها ما في رنيان محلال مسحاران guriyihi baa la kala dhacaya badadki baa la kala dhacaya boosaska baa la kala dhacaya jagooyinki baa la kala dhacaya madaristi baa la kala dhacaya masaajididi baa la kala dhacaya culimi iyo caamaba arinki waxa way waa wada galeen ya waa wada galeen laakiin ogow marka wax dhacay sida hadhiin lagu ma arko ha lagu ma arko marnaba qalbigaaga yaanay soo gelin iska dhac waxa rabtid laakiin qalbigaaga marnaba yaanay soo gelin oo doqonimo kale إلا دقن ما كقاضي أو حول آذان لهم بعض دعيسا إلهي بس كقرن ويدي كحشون ويدي تلذي سقادن ويدي لكن حدنا دقن ما كل يعني كقاضي وها إسرهن لجو معركة حداد واحد دعيش أذو أكسون إن لجو أركة يحوك كدع حوك كدع سببته إلهي وكوجدة كام قرصونا إلهي مرنا وها إسرهن كم أركة يو هرئها بين إلهي وكو أركة بل وحاذن أذوقو أوغين بو أوغي أور كاغو وحكو جرو أذن أوغين أيو إلهي قرن آيات كو إلهي وحوك الله سميستي سياد حوغو أنكو قسو دوويو ملائقو حالكا فردية حالكا قربها رقيبي عتيدو أنكو فاروقينين قوري وحو البوات نهيسد وحو البوات قوانيسد قوري وحو إلهي كو سميستي مقار كاغان أد أركيسد مقار كاغان jirkaagan ku dahaaran adiga oo dhan waxa kugu dahaaran ya kul indhaha baalashooda bishimaha sankaas waxa kan dhigaha halkan waxa kan oo dhan waa kaamera ka casrisan kaamerooyinka adduunka bal ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaami saaca ilaa adduunka la rogo horumarka iman doona tiknoolojiga iman doona ka casrisan ayuu ilaahay leeyahay waa maqaarka مقارك وضوبيا وحول بؤات قبنيس مركات فره تاكت هاجيس انره تاكت هاجيس افكا كقايلينيس كأبورينيس بان ابلاي اتشوبيس وراقها بان تام حاكم تاكت سحيحيس اما ادو قوينيس وحا صورنا وحا نوا ايقا عانتي اد كوكو سنيس حاران تا ايا كامير الهي كاقيالي او كدوبيس مالك قيامو اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أيك إلهي بأنك داريك أفك ولا دبولا كان ما أنت أتكو قوستي حاران تبرك مقوسين يسدوا لحريا مين مغشان ورديه نفرة لكتان انتاد قلسان تانياني كبحن
qalbiga geliya oo walaalihin gaarsiiya afkan aad xaaraanta ku cuntay ku goosatay ku dhacday ku dulmisay walaalka kaga xoogtay xoolihiisii waa la xirayaa watukallimuna aydiihim gacmihii baa la dhahayaa marka hadal waa gacantii wax saxiixaysay gacantii dhisaysay dhulka xaaraanta ah gacantii rinjeynaysay guriga xaaraanta ah gaariga xaaraanta gacantii waday hadal ayaa la dhahayaa ilaahay baad ku dhaariyeen sawir ka dhow ama wax lagu fahmo oo kan ka fudud oo ladiisiin lahaa muxuu yahay ya waa ma jiro gacantii aada wax ku goosatay ee aada lacagta ku tirisay ayaa hadlaysa maalinka qiyaama lugihii aad ku aaday halkaa xaaraanta kuu geeyey ayaa markhaati noqonaya watukallimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun allah 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 insaanka qiyaamihii waa usoo dhowaaday iyaguna gafli ku jira gafla ayay ku sugan yihiin iyaguna yah marka walaalayaal rasuulkeenna suuban ku salli xabiibkaaga sala allahu calayhi wasalam rasuulkaaga waa ka uu dhahayo sala allahu calayhi wasalam wallaahi 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 laa ya'khudu axadu minkum shay'an bigayri xaqihi ilaa laqiya allaha yaxmiluhu yowma alqiyaama laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah ya innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dadka aan la hadlayaa waa meyd wallaahi intooda badan waa meyd dadka aayadahan maqlaya dhulalka dhacaya wallaahi waa meyd aana waxba maqlaynin maxaa wacay qof meydku wax ma maqlo meydka haddaad qur-aanka o dhan ku akhrisid ma maqlo war eega xadiiskan ila eega ilaahay baanu ku dhaariyey eega ila eega xadiiska wallaahi buu leeyahay xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam mar wuxuu ku dhaaranayaa yaa wuxuu u dhaaranayaa xabiib aan u baahnayn dhaar in huwa ilaa waxyun yuuxa eeg wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa ma ku dhawaaqo hawadiisa kama hadlo waa waxyi hadalkan idin sheegayo uun ku dhawaaqay waa waxyi waa waxyeen baa la yidhaahdaa qur-aanka iyo sunnada xadiiskan waa xadiis xaggi alle ka yimid loo dhiibay rasuulka laakiin isagaa ku dhawaaqaya wallaahi ayuu leeyahay yuu u dhaaranayaa sideeduba dhaariyaa u baahan qofka wax inkiraya kan madaxa adag macaan gega ah ee aanan aaminaynin hadal si fudud ku aaminaynin ayaa loo dhaartaa oo tawkiid iyo loo keenaa hadallada wax adkeeya burhaani xujo loo keenaa wallaahi wallaahi ayuu leeyahay xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam ma qaato midkiin shay xaq uusan u lahayn ilaa wuu yimaadaa maalinka qiyaama ilaahay ilaa qof walba ilaahay buu la kulmayaaye ilaahay buu la kulmayaa isagoo wixii xaq darada uu ku qaatay adduunka dhabarka ku sida ayuu la kulmayaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ya ilahay baan ku dhaariye maa cawaaqib ka xun baa jirataa ya haddaad dhimatid adoo xoolo walaalkaa qaatay haddaad dhimatid adoo dhul walaalkaa dhacay ilaahayna aada ogsoon tahay oo aada leedahay haddaa idin weydiiye idilkiin waxaad leedihiin war ilaahay ma la kulmaysaan horta ma dhimanaysaan haa kullu nafsin daa'iqatu lmowt ma laydin aasaya haa qabrigu waa shay ma ilaahay rasuul ilaahay uu inoo jiray waa waajib kow ma la soo saaraya haa oo waa arkaanul islaamka iyo iimaanki weeyaan ee maalinka qiyaama iima haa ilaahay ma la hortegaya ma la isweydiinaya war maxaa la isweydiinayaa ilaahay hortii marka ii sheeg waxaa la isweydiinayaa 15 maalinkaa gaadhay ilaa maalinkaa dhimatay af iyo adin wixii aad goosatay xalaal iyo xaaraan waa la isweydiinaa ma aha xaaraan keliya bal xalaashaa la isweydiinayaa maalinkaa waxaa la taagnaanayaa 50,000 oo sano 50,000 oo sano ayaa la taagnaanayaa 50,000 sana maxaa la isweydiinayaa hal hal baa laisu xisaabinayaa wallaahi ayuu leeyahay xabiibkeena ku salli xabiibkaagii sala allahu calayhi wasalam wallaahi midkiinna ma qaato dhul xaq uusan u lahayn ilaa wuxuu la kulmaa ilaahay isagoo wixii sida war waxaa inta looga tegi maayo markaad maanta guri qaadateed aad baydhabo ka qaadatid oo aad burco ka qaadatid oo aad hargeysa ka dhacdid oo aad xamar ka dhacdid jowhar ka dhacdid kismaayo ka dhacdid war waxaan adigu uur weynida
war imisa ruux baa tahay? Waa laga sii ganacsanayaa dhululkii la dhacay, haddana waa laga sii iibinayaa dadkii. War waxaanoo dhan aad ururinaysa ee waagii lasoo kaxay 1991 ilaa iyo maanta la gaday ee laisdaba marinayo, dadku oynayaan, qaar dhinteen, qaar iyaga maaragtay banaanka meelaha bacyaal maaragtay madaxa saarto buulal ku jir dhulkoodii la dhacay. War waxaan maxamedsa inay harayaan aawi dadkii idinka horreeyay wax dhacay aawi, aawi dadkii idinka horreeyay xoolaha dhacay aawi. Hebel baa dhintu waa taqaanaan, hebel baa dhintu Cusmaani Cali Faarax Deeqi Caashadhim waa ogsoonti dhulalkeena way ka tageen. War waxaan wax idin raacaya maaha oo miisaankeena idin fuulay xisaabta aakhira, yacni ma aha xasanaadka, bal way idin raacayaan, bal wallaahi qabriga idin la galayaan. Toban dhul wallaahi qabriga dhulka caadiga xataa maaha, bal dhulka aad dhacday shibri hadduu yahay taako, hadduu yahay taako, toddobada dhul ayaa lagu goynayaa. Soo moogid, toddobada dhul ayaa lagu goynayaa. Yacla ibnu Murra, saxaabigan jaliilka radiallahu canhu waardaa, iyo maaragtaa oo uu weliba xadiis uu rasuulka uleey anaa ka maqlay xabiibka sala slam, oo uu silsilatu saxiixu ibnu sheekhu lalbani allahu naxariistay uu kusoo aroorinayaa, axmed ibnu xambal, imaamu axmed ibnu xambal, imaam ahlu sunna waljamaca, ayaa maaragtaayay soo ayaa weerinaya oo yaclaa ibnu Murra ka weerinaya. Allah wada naxariisto, Allah ka raali noqdo idilkood iyo culimadeen oo dhane. Wuxuu leeyahay anaa maqlay Yacla ibnu Murra, waxaan ka maqlay xabiibkayga, ku salli xabiibkaaga sallallahu calayhi wasalam, waxaan ka maqlay xabiibkayga oo uu leeyahay qof walba, qof walba oo dhul ku qaataa xoog shibr taako, qofkii xoog ku qaataa ilaahay wuxuu maalinka qiyaama uu ku kallifayaa, waa awal maalinka lasoo saaro, wuxuu ku kallifayaa oo uu dushiisa yeelayaa in uu qodo dhulkii ilaa iyo tan toddobaad. Eega ilaahay baad ku dhaariya xadiiska, ha u malayna dhulka intaa loogu duduubaa macnaheed inay malaa'ig kuu soo rujinaysa, adaa qodaya dhulka aada xaqdarradu ku qaadatay, adaa qodaya. War ma toddoba dhul oo aada ogsoontihiin inta dhulka ilaahay la ekaysiiyey oo aan la gaari karin haddaad 100,000 oo sana ya waan qoda, haddaad aadan gaari karin, awoodna aadan u lahayn ya, war maxaad qorta? Ilaahay wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam, ilaahay wuxuu ku kallifayaa qofka dhulka shibriga taakada dhacay, wuxuu ku kallifayaa in uu qodo dhulka ilaa dhulka ugu dambeeya uu gaaro. Kadib ayaa waxaa loogu duuduubayaa, qoortaa laga saarayaa. Xageed geynaysaa markii sheeg dhulka aada walaalkaana u diiday ee u degi waayey ee aada dhacday ee aad ka qaadatay, bal qaarkood inta lagu ammaansaday daris ay ahaayeen inay u dhowraan waa xaqa walaal uu ku leeyahay walaalkii, intuu ka dhacay lacag ku cunay ama degay ama dishayba oo taabsaday oo dilay walaalkii ya. War dhulkan aada walaalkaa ka qaaday intaad adduunkan ku intifaacdid oo aada deganaatid in lagaaga tagayay miyaad u malaysa? Maya waxaad qaadaysaa haddii uu yahay 1 mitir iyo nus mitir iyo taako iyo wax ka badan, hadduu yahay baydhabo oo idil, xamar oo idil, jawhar oo idil, kismaayo oo idil, burc oo idil, meeshu doon hargeyso idil, wuxuu doon ha ahaadee, ilaa iyo toddobada dhul ayaa ilaahay uu ku leeyahay u qod. Maxaad samaynaysaa? Ilaahay baad ku dhaariya. War hala fiiqo, war hala baraarugo, hala baraarugo, nafsadan meelay kuusoo jirta ma garanaysa? Imisaad aragteen ilaahay baadan ku dhaariye idinkoo dad badan iyagoo hadlaaya dhinteen, dad idaacadaha jooga oo hadlaaya, haligaa hadal qashin baa isha iga galay, iyagoo hadlaaya, iyagoo hadlaya ay maaragtay dhinteen, iyagoo qaylinaya ay dhinteen, iyagoo ciyaaraya ay dhinteen. Imisaa kubad ciyaaraysa, musaaraca iyo rashal ciyaaraysa oo dhintay? ilaahay baadan ku dhaariye. Marka nafsadaada damiin uma haysatid, garantiin uma haysatid adiga. Waxaan kula rabo waa khayr, waxaan kula rabo waa wax qalbi walaalkaa inaadan dulmin, qalbi walaalkaa murug inaadan gelinin, adigana murug aadan isgelinin, cadaabna aadan ma aragtaa isu diyaarinin. Waxaan raba waa dad walaalo aho wada nool inaan noqono idilkiin ya. Marka
inta loogu duubayaa aad isaga waxaa la dhahayaa intii aad dhacday qodo ayaa la dhahayaa kadibna qoorta loo saarayaa. Ma qaadi karno wallaahi, inaynan qaadi karin, bal iyadoo cadaaba weliba. Yacni dhulkaa laidin keeni maaye dembigii dhulkaasaa madaxa laydinka saaraya. Cadaab baad ku tegaysaan marka, cadaab ma la qaadi karaa, ma la xamili karaa? War cadaabka fududaysanina, dab islaan shiday ma aha cadaabka lagu sheegay. Malaa'ig ilaahay baa shiday, malaa'ig ilaahay baa shiday maaragtaaye, ya oo aad garanaysaan awooddooda iyo quwaddooda iyo xooggooda aad garanaysaan, oo ka waaweyn toddobada dhul iyo toddobada cir, ya ka waaweyn iyo inta u dhexaysa ayaa waxaan shiday. War aan iska ilaalino, aan iska ilaalino dulmiga, aynu ilaalino. Wuxuu leeyahay xabiibkeena salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi, man iqtaaca shibran min alardi dhulman tawaqahu allahu iyaahu yowma alqiyaama min sabci aradin. Qofkii goostaa xaqdarro shibr taako dhul ah, qofkii xaqdarro ku goostaa ilaahay baa qoorta ugu duduubaya maalinka qiyaamaha. Toddobada dhul ayaa loo goynayaa. Inta aad qaadatay keliya maaha, inta aad qaadatay maahe, inta iyo toddobada dhul, inta aad qaadatay, inta ka hooseysa ilaahay toddobada dhul ayaa ilaahay qoorta kuugu duduubaya. Dembigooda qoorta lagu saaraa macnaha, dembigooda ayaa qoorta lagu saaraa. Marka wax la qaadi karaya waryaynaan fududaysanin. Beryahan weliba eeg, eeg ilaahay baan ku dhaariyee. Nin baa ii yimid, markaasaa wuxuu yidhi, wuu ii sheekaynayaa, wuxuu yidhi deegaankaasaan kasoo jeedaa. Deegaan walbana waa sidaas, laakiin isaga markii deegaankiisu ii sheegay, idinkuna deegaan walba aad ku nooshihiin waxaad leedihiin un waa un deegaankeyga sheekh maanta wuxuu ka sheekaynay. Maxaa wacay xumaantii baa fiday, wixii baa isu ekaaday, meel walba dulmigii waa gaaray, yaa wuu gaaray. Intaana culimmadu way ka hadlaan, laakiin Ibliis baa naga tanbadiyey. Wuxuu yidhi maalinka ugu horeeya, maalinka ugu horeeya dadkan daalimiinta eeg waxay ku tafanuneen oo ay aad u barteen dhulmigii ayay barteen. Ilaahay baan ku dhaariyaa, rasuulkan wuxuu leeyahy sal slam, waa ilaahay uu ku leeyahay waqul rabbi zidnii cilma, ilaahu cilmi ii kordhi. Kuwaana ilaahow xirfad ii kordhi aan wax ku dhaca ayay ilaahay ku ducaysanayaan. Maalinba xeelad bay keenayaan. Eeg awel haddii si lagu qaadan jiray, hadda iyo qori iyo xoog boob dhaca shan taas maaragta lagu qaadan jiray, waxa waaye hadda booskii unbaa la tagayaa. Booskii maalinta hor waa lasoo indhaindhaynaa. Haddiiba jac laga dhihi waayo, shirk laga dhihi waayo, laga cayirin waayo booska, ya maalinka labaad dhagxaan iyo ooduu keensana wuu xiranaa. Marka adigu waxaad ku ogaanaysaa, laguu soo sheegaa booskaagii waa la ootay oo yaa ootay booska, waaba cidlu ahaay, ya yaa ootay booskaygii. Markaasaad imanaysaa mis isagiiaba dhex taagan war booska. Qaar waxay leeyihiin annagaaba lehba deriskaa wax la sisiiyey ama deriska waa cidooda. Markaas wuxuu leeyahay booskan anaaba le aabahay awowgay abkowgayaa lahaa intaama ku dhashay aniga. Warniyo say kaa tahay booska anaa leh waa gurigaygii, adugu kuma dhalina, anaa ku dhashay, heblaayaa ku dhalatay, halkan hooyaday aabahay baa isku aroosay, halkan waa gurigaygii, ee guriga anaa leh maya anaa leh. Muxuu qaarna waxay ku doodayaan booska markay qabsadaan kadib, waniyow guriga aniga ma lihi, laakiin guriga hadda anaa leh. Maxaa wacay waa iibsaday, lacag baan kala baxay, toddobaatan kun oo doolaran guriga kala baxay, konton kun oo doolar lacag buu rabaa walaalkii inuu ka dhaca. Markaasaa dadna waa u diyaarsan yihiin, waniyow guriga seewa suguu leeyahay. Marka haddaadan i aaminaynin markhaatiyaal, odayaalka magaalada ugu waaweyn aan kuu keenaya, wiilku wuxuu leeyahay marka 10 oday oo kuwii ugu da-da waaweynaa magaaladu keensanaya. Marka odayaal weliba waxaan aad iyo aad ula qoslay, ya yacni ninku waa nin runtii aad aan u ixtiraamayo, waa nin mawsuuqa lagu kalsoon yahay. Weliba wuxuu ii tilmaamayaa odayaalka uu keensanayo qofkan guriga dhacaya, dulmiga ku dhacaya, ya ee tuuga ah, dadka uu keensaday. Wuxuu yidhi odayaal 80 jir ah, weliba wiilka intuu isgaabiyey oo lugihii qalluuciyey ayaa wuxuu yidhi odayaal saan u socda sidaan, yacni da oo indhahana lahayn oo bakoorad ku socda saddex lugoodla ayaa maaragtaaye. Markaasay
حتى قرط مسوق قادي كران وداء ويسوق اللعذين طور بيشين يا عندها نحكي مارك نركاسو دار مرايا دار أيوم مرا واتوبنيو ها النجا أوجين واجو أنتو كدلنا أي أما النجا أوجين أو مرخاتي أهين مركو جدنا يي ها مركو جدنا يي قريان هركسان كارني حتى ما دلين يرو ما والله ده هاي دلين يردن وحب الدين ما له هو اسك جاهلين وحما لا ده ما ها هم قري بوجي إيك وربان تلفسد ده يدو أي حن إلهي وحلي يابا ويل دلين يرو بين شيء جاي لكن وحواد ولا سيابا نين أضيع أو أدو إسق إله إلى أضيعش وأنو أدو ين إله هاي يا كان لحد إنك تضواتك الجرا إيه كان لواتك الجرا كان لحد نجرك أرنتي إن بدن إله إنه أدو ها كهر جارا يلا موجا لكن لو أنشو لحد نسرو إله السعودي بحالو بهنا إنه طابت كانوا إنه ما أنت والله أودها أو شلمات يا روحنا لقسين ماي تضواتهم كن كنتم كن لقسين ماي وح وعلى سينا يبغل دولار أما كنتم دولار بوعود جاس وحومرايا دينتي سي شرف كي سي عز كي سي وقعد عايا أو أمارك هاي أو إبسنايا أو الدمير كي إلهي ما تكون داري ولك يرى زانية زني سنة إلهي مجعلة لكن وحكسي نعبيها نك أضيقة أه دائما دم بيجوا كلوينيا دم بيجوا لك أن يرد أو جلا إسلا دم بيجاس نك أضيها دو جل إلهي وأجوينيا ها إلهي وأجوينيا هاي مركا ولا ليال مركا سا واحد تجيبه يرحمر نفس الشيء أضيال بان كله هذي ونيو سدا صار مارك هاي إيه دعوة حالير إنتاس إن لقيت هاله هلك بل إنتا كدرن محاكمته في عين الحمد لله محاكم با إلهينس محاكمتي حقا يجي مركا تروح عديمي سيسد والجو جوينا لكن تنفيذ كي آوي قصة إنه نغمان تنادوه محاكمته والمحكمة دانها في رنينا إله كبق إن لو قرض هالنقونينا مساكين تن يا وحي أركان إيه دليل عدينا أم بيكال قوين كران أي كلا إمارك تاي حكومي كران أوي محاكمة إلهي وراوي محكمة دي إلهي كوينيت إله ده هي سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ميزان عدالة عادلة يتنفيذ كيسي وليبه وته معها نور كان إن كان أسكاله هذا كان ظالم بعدها كتر ما يش معها بل ظالم كان العذاب يو نن كان حق يصير للسيني ملاقيه جوجا مش ورتاسمي إلا وسنتهيل ها يا حدو أباها ومدحويني يح رئيس الوزراء يح رئيس البرلمان يح وزير يح محاكم توين يح صبر لوجا مركات بقول نور أقص ما يسنيش مساكين تياد هلفاء وقاديسيت يا عايرينيسيت وروحان واتكتر جيسا أظن بعوليس قادنا يجهل جاقة فيري يا تاكن ولا ليري والله إيمانا يا مالك قيامة بدل واتن متر سكوير كور أبقول متر سكوير كور يا وادولي مجال هذا طبعا ما لا تضحك نعدي مجال أول بعد طبعا كان نعدي بل أتباديه باريه ونعدي فالحم أكون ساحنا ولا الكابنا وحن كاربا مال والله إن الكم مضح يحنون جنا يا والله وقيلنا يا فمسا كل الباقي هي لكن انت صورنا وحقه ريا وجعيلا وكوقب ولا الكابانة وحان اوغا هاي ظلمي كان يقول كان لك لقاتي اي ظلمي ولا ليهن اظلمسين حدا تكون متان هلك ادقليسان والله وي يسوي رنتاي يا على عالك دتك والله وان ارك وحان مغلى يقو على علايا والله والله يقو على علايا دمو دائنا المغل محاو عي حبيبك هاي صلى الله عليه وسلم وحيدين شيء وهذا الحبيب أنا وآخر ما ننتقل لكن حبيبك كان آمن سنة يا مد حلقة أسارنتهاي نيف أريا أو عيايا نيف قيل أولولايا نيف لؤو قيل إيك سيد اللي ينوو صوري أولي يا محمد يا رسول الله يقرقار يقرد عوليسك وأنا كرد يكرد وأنا رح يسوء نجي إذن شيقي معه وحان شيقي معه هذا الكيقو كلي أنا هو رسول بان أهي إذن سوء قرسينا يا إذن سوء قرسينا يا هذا الرسول كان صلى الله عليه وسلم إلهي إنه كبقنا وحاو واحد نعي ويا ظلمي جمال والبوية لا مركا عاد كونتن دولار أما واحد كير عاد دار إلهي أم ريشت
waad leedahay wallaahi ninkan isagaa intuu ku dhashay isagaa leh aabihiibuu ka dhaxlay ama wuu iibsaday intaasuu ka bixiyey adoo hun gurigaa yar hadhowna jeebkiisii luq intaad la gashid aad jeebkiisii fiirinaysid kis yaroo aadan ku qancinin uu ku siinaya aadan ka raalli ahay yaa adduunkaagiina aad iibsatay ninna xoolihii aad dhaafisay ilaahay muxuu ku leeyahay ilaahay muxuu ku leeyahay odayaashaan la hadlayaa oo shahaadatu zuurka iyo qowlu zuurka ku tafanunay ee meelaha maxaakimaha taagan dhulalka la dhacay dul taagan dhahaya ma kuu markhaati furaa dhahaya ku raadsada ilmahooda ku biisha ku nool nololba ka dhigtay markhaati beenaale iyo qowlu zuur iyo shahaadatu zuur ayaan la hadlayaa ilaahay wuxuu idin leeyahay maqla dhegihiina fura dhegihiina fura xaaraan baa dadaya fura dhegihiina odayaalyahow fura dhegihiina fura dhegihiina xaaraan baa laabtiinii madoobaysee fura dhegihiina waxba kala garan maysaane yaa kafla idinku jirtee fura laabtiina fura ilaahay waa ku dhahay subxaanahu watacaalaa fajtanibuu rijsa min alawthaani wajtanibuu qawla zuur yaa war awthaanta iyo sanamyada ka fogaada aad caabudaysaan gaaladii baa lala hadlaayay wajtanibuu qawla zuur ka fogaada hadalka beenta ah iyo markhaatiga beenta ah iyo mashaahadatu zuurka qowlu zuurka war ka fogaada ha idinkuna aada xaaraanta ku cunaysaan dad xoolihiina aada ku dhacaysaan ilaahayna aada ku caragelinaysaan ibliisna aada ku farxad gelinaysaan ka fogaada war waa dantiine ka fogaada ka fogaada waa dantiine ka fogaada da-baad tihiin berina waad dhimani bal xaaraanta aada qaadatay adoonan cunin ilmahaagii siinin ayaad dhiman karaysaa imisaa ku dhimatay ha war cadaabka ilaahay iska ilaali war ilaahay hala ciyaarina ilaahay lalama ciyaaro ilaahay warkiisaa la qaataa addoomaa tihiin haydinka muuqato addoonnimada wax maqla addoonnimada haydinka muuqato daaya maka markhaati beenaalnimada daaya iyo xoolaha aad beenbeenta ku cunaysaan daaya war u tura lafsadihiina u tura waad soo qalloocateen madaxii baa idin cadaaday ilkihii baa idin ka daatay waad indhabeesheen war dhowaan qabri baad gelaysaana iska ilaaliya oo xaaraanta iyo markhaati beenaalaha iyo maxaakimta aad taagantihiin iska ilaaliya ha iska ilaaliya dowladdana kuwan runtii waxaan dhihi lahaa kuwan xabis unbaa meeshoodii ah in la wada xiro kii ka soo daba hadlaana lala xiro unbaa waajib ah ha laakiin dowlad awood leh haddaanay jirin wallaahi jahannama lagu xirxiraayaa wallaahi wax aan hubo ma idin hubi dowlad idin qabanayso ama idin xiraysa ama maaragtaa ummadda idinka celinaysee laakiin waxaan idin hubo waa jahannama xeradaa ibliis yaa ibliiska ugu horreeya wax la gelinaaya xeradaa inaad ku gubanaysaan oo aad ku gamaaraysaan oo aad ku waaraysaan ilaahay halkaa uu mindhicirkiinii ku solayo ayaan idin hubaa haddaydan ka toobad keeni wallaahi war ilaahay ka baqa war dulmiga joojiya dulmiga joojiya war dulmiga iyo dhulalka celiya ha dhimanin adoo dhul haysta ha dhimanin ha dhimanin eeg xabiibkaaga ku salliye sala allahu calayhi wasalam waa ka uu dhahayo laba ruux oo dhaxal isku haysta dhul maaha waa dhaxal isku haysata ayaa u imanaya sala allahu calayhi wasalam intay isku mari waayeen nin miskiina ayaa dhaxalkii uu lahaa wax haboobay nin aftahan ah daalim ah ha yaa haamaan ah halkaa ilaahay maaragta ayay duleeliyey ayaa ka dhacay wuxuu yidhi niyow anaa leh iima lihid aan u tagna rasuulka inoo gee sal allahu alayh wasalam meeshii baa dee waa aftahan aftahan weyaan daalim ah kana waa miskiin kii miskiinkaa xaqiisii iwu sheegan waay wixiina burhaan iyo ma haysto sabar loogooyin waraaqa uma haysto markhaatina wuu keensan waay laakiin xaqiiqdii isagaa leh dhulka kii kalena waa kanaa waa xujadiisii burhaantiisii sabarloogadiisii waraaqihiisii wixii oo dhan laysimadiisii yaa iyo markhaatiyadiisi wixii oo dhan buu isu keensanayaa yaa loo goynayaa maxkamad xaq waxay u leedahay ninka caddeyn haysto un baa loo goynaya xataa hadduusan lahayn xaq ilaahay baa loo daynayaa dhabta midda ah maxaa waxay xabiibkaa dhahay sal allahu alayh wasalam annaga dawaahirka dushaas kore iyo wixii caddeymaa unbaanu xukunaa oo aanu qofkiisa siinaa laakiin wixii gudaha ah yaa iyo sida arrinta xaqiiqadu ay tahay xaqiiqada ilaahay annaga xaqiiqada maya xaqiiqada allah xukumaayo
مركو او قويي كي ذالمكا او سيين ايالا صوبحي وحمونا انه مركا حبيب صلى الله عليه وسلم وصوبحي بنان كيف يسكو قبسدين ننكا نولك ننكا اسكالي دي حالكا وانين ما شاء الله الهي ايمان سيين وحوير ورنية هو يسو نحال كان وحبيبك كو قويي حبيبك صلى الله عليه وسلم يا وحو كو قويي وابنت هذا وأفديري ذا يفتهني مذا ووراقها حرام تيات سيدتي أيو كو قويي لكن أذيق واد أكسون تهي أنوان أكسون هاي إلهي نو أكسون يهي نحال كائنا أنا قليا يهي إيه وحي إسكسي كان أولي هاي ورقتك رسولك بي قويي كان جاو حملي رسولك قوينت أقوي صلى الله عليه وسلم إني أحلى علي نيسو وسيدا انت بدن دد كينو وحمقلا وحمقلا اي او هيستان محكمه بهدي لغا صوبخه او لو غويو او اي او شابديسو سيدا اني او حلالو بيسو ابدا ابدا حبيبك صلى الله عليه وسلم ايا دحيا مركو بوقي مقلو او صوبخيا و هو يري مدكين با لبدي لب لب اذا كميدا اي ايمانيه حبا اسكو هيستان مد با حق له لكن وحمق قوسن كره دليل موت منه وحملها هو ظالم هو توك لكن دليل بوته مركزان كيد دليش وتن أقوينايا لكن أنا قد ظاهركم بحكمنا حقائق ذي إلهي بهية أو حكومية لكن قفكي أن أقويه حق ولا الكيو أدو دقيستا أدو دقيستا دتك رولك دعو رسول كاجي ويان حديثك صحيح صلى الله عليه وسلم حول أيها قفكي أن أقوي حق ولا الكيو قوينتا أن كوغوي كو حلالين ميسو ها كو حلالين ميسو قوينتا أن كوغوي بل وحن كوغوي وقبل عذاب قاضو أما كتك واركو عدية والله واركو عدية ها واركو عدية هي حدي حبيبك أولي صلى الله عليه وسلم وحا ان كو غويي قفكي حق ولالكي ان سيو صبر لوغي اي وراقو ايو ماركتاي افتهنم او ايلي مد ان اوغو غويو ها غوين تيدو كو حلالين ميسو دولكا اي دحلكا ها كو حلالين ميسو اي وحا ان كو غويي دول ماها دول ماها ماها دحل ماها و قبل عذاب أما قاضو أو عذاب بن كوغل أما كتك تي أمري وركاث يا حديث صحيح إلهي نكبخنا والله إلهي أينو كعبسن إلهي أينو كبخنا مركا ننكن مرخاتي بيانا لها شهادة الزور كميشة لفرنية ee wax yar ka la waatan ka dollar iyo konta ka dollar ku qaadanayo adoo daa hadana daa ilaana dan yara waxa leeyahay hor ord ka tag waxba soo si laakiin odi waayeel oo raystay oo tusbax dheer waliba hadana ya inuu meel bar khaati beenala ka sameeyo idilkiin waa ogsoontiin la socdo waxaan ka hadlayay ya in uu la istaago meel rasuulka ilaahay wuxuu ku leeyahay wajtanibu qawl az-zur kafu gaada qawl az-zur ka شهادة بنتا مرخاتك بين على وليقا حنقونين آبها هدو يهي واحد نولك دعي كان لقا دعيانا او يهي قال وقال اغو ماها مسلم ها مسلم ماها وقال اي آبها دي حول اسكو قبتان قال كولي يهي مرخاتي لقو كانو حاد سمينيسا حاد سمينيسا آبها واتكو مرخاتي فوري آبو نولك مليهيد نين كان قال كها اسكالو انا ده دار إلهي بقى كفر أي سدى ها يعدلوا ها هدي نفس الدين الله كده قراب دين الله أباها والدك الله كده أباها معذب وكاعل سكام علنك وإنسان ها السجن الدنو حيوجر تائنا تكون مرخاتي فرتيد أو أتكد عسيد أو أتودي دد إنه سنقاضن أو أتودي دد إنه قاتو رول كاظلمي إنه كقات أتودي مركز أطهاي نين في عنه إلهي جعلية هوي ذا أودي هذا قدرن تاي ده جوج ده هويه وقدرن تاي هويه جوج نل كان وعذاب تضبط نل با والله هوي لجو جوين
اد گوسنیسا اخرو هوی جوگد و حدت هوی دا جعشه حلال لوگو دله جوگد ابها ها هدی محکمه د اسکو قبسدان ابها ی عدو گادا هدی اسکو قبسدان محکمه او ادوکسون ته ابها انو عدو گادا ک گردرن یهم کومر خاطفو ما هن لوگو یرا انا اوگد ابها و ظالم ابها ی هویدی و ظالمین کده حوق بقیسا ها عدالته وحل الربا اديق دنك عدالته ابا حقيسا مرن عدالته لا ربا دنكيده اناد مرتد ها عدالته عيار ما وحليل كرنما وهو حيابها سيفوين كلو دورتو رسوش ويان رسول ان عدلي اقون وان عادل هين الى اي رسول كما ديغو امام عادل واتقانا ووحو الهي او جعل يا امام عادل منابر اي فديان او الهي ابن عيسى الله اكبر هرك الهي هرك الهي بهر صنايا والعداله شيء يرمى ولي عداله حق هذا مر ها هدو ابه اذا قرت ليه سي حديث لهن كعلي انصر اخاك ظالما او مظلوم هدو ظالم هي قعنت قبو هدو مظلوم هي قرقار ما دميرك نقا قاد ها احول بواهر هبل هي نهبل قبيل هبل ما ذركي ما ولالكي أنك عدا يدا مكا والإلهي كبقى وحن وحبا لنع قبري إذن لقلي مايا يا أنت يكوك حيان مركات دي متر لو متر كو قضان عرقو قشوان وحوه الرئيو نركا يحولها قادنا يو عدا وقراب دا حيكو تراياني كولتا والإلهي كبقى عدالة جرى لجرى عدالة عدالة هقو ليستو لجرى عدالة مرك أضيال كان دادا إمالات تاج تاجا بدت كلا كلا دعي مرخاتي قوة مكو مرخاتي فرا محادي سينسا وحيلاب وحيديب أنا مرخاتي أنا دار مريا إيك يا إلهي رسولك عليه صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ألا أنب وحيابها مركي خطرهين أو مدة أي هلس أطهم رسولك كم سوق جل صلى الله عليه وسلم سحابد إني ويدستان لكن إسقى أولس دق دق جري خطر والبا ما والبا أمد أي خطر وجا إيمان يسوع وأوذي جري صلى الله عليه وسلم كسل حبيب كاس نحرس تبضن يا رحمة تبضن وأنت أي مد بوليه ألا ودن جي أساس أفرد يا مركها يلا سحابد يسهر فرد يا جرب كاس وكتير سنية ألا أنبئكم بأكبر الكبائر سدح جرو عليها وركبائرته موبقاتك دم بيدو ووين أقوى وين وح إلى هاي دم بكان كو أقوى وين مت كمدا ما يدين شيء قا دم بيدا قار كمدا ما يدين شيء قا ها ما يدين شيء قا مركز واحد هن بلا يا رسول الله ها رسول الله ها نوشك نوشك رسول الله مركز وحيره الإشراك بالله إله لو شريك له إله أواد إله قرب دكتت حقي إله أواد حق قفك للسيست غير كيات سيست إلهي حقي سوى ليقانا كتاب كان قرآن كان وكبوحا سندنا وكبوحا علمدنا وإنو عديا يا إلهي حقي سا إن آت سيست غير كي إن آت سيست يا غير كي إلهي وحانا أهين إن أتسيس ما هي يعني شرك نسنا ملوس الجذون ما إلهي حق بولي ها إلهي حق بولي هي حق أنولي هي النجل إن حق إلهي أولها غير كي إلا سيو شرك جواك نوع دونها هذا هيا هذا هو وين هذا كو كلابات وعقوق الوالدين يهوي أبو لبده والد وعاقل ونقطة عاسل ونقطة يدنا وحي كمتهاي وحيابها وحي كمتهاي إلهي وسن لسوجن آخر عقابته وأدون كقف كلوجو كانوا اللوجو سود الدجيو أي كمتهاي يا وحيابها لوجو سود الدجيو عقابته وأدون كمتهاي يدي يظلمي وتعاون كهذا يظلم جاء يعقوق الوالدين كان إيك لبذا ولا بذا إلى هاي قفكي كل نغمة كسفوبة عقابتيس وأدونك وسود الدجيو قبل الآخرة إلهي نجفوجي إلهي ظالمين نجم يالو عقوق الوالدين إلهي نجم يالو سنوعة سنين والدك إن الدليل
waalidkii ina dhalay hooyo iyo aabbo, khaasatan hooyo, hooyo macaan see loogu caasinaya, hooyadii uurku nagu siday 9 bilood, hooyadii maalinkii ay dhalaysay yaa yacnii qaylideeda la ogaa isay u cabaadaysa, xanuunkii qabtay maalinkii uurka hooyada aad ka soo baxaysay, xanuunkii hooyo qabtay, qaar waa u dhintaan xanuunka, qaarna waxa waayday waxay uga dhib badan tahay, uga sii xanuun badan tahay saacadda aad soo baxaysid 9 bilood ee ay uurka kugu siday. Markaasaa 2 sano ka dambeysaa uga sii daran ay joog iyo jif ay u diidaysaa nafsadeeda yaa, oo ay dhabtee ku saaraysaa, ku nuujinaysaa dhacaankeedii aad miyaranaysaa haddana, oo ay maaragtaayey eeg hooyo ay ma seexato ilaa aad seexatid, ma nasato ilaa aad nasatid, ma cabto ilaa aad cabtid, ma cunto ilaa aad cuntid, ma jiifsato ilaa aad jiifsatid, yacni ma raaxaysato inta ilaa aad raaxaysid, wax walba adiga kuu horumarinaysaa. Inteena badan maanta ma la ogyahay waalidka, waalid baa ku noqday da intay noqdeen ayay yaryaraadeen, waxay gaareen cunug 2 jir ah sidiisii oo kale, caaliyadii xataa iskama celin karaan. Maanta dhan waa sidaas, saasay leeyihiin, caaliyadii baad daadanaysa, qoortii xataa ma soo ceshan karaan. Waa waalid, waalidkii adigu ku dhalay weeyaan, waa hooyadaa, hooyadaa weeyaan, waa aabbaha, ma soo ceshan karaan, eeg qoort ma soo ceshan karaan, saasay u jiifaan. Ma sariir xariir ahay ku jiftaa hooyadaa? Wallaahi kuma jiifto. Waxay ku jiiftaa dhul bay jiiftaa, dhulkaa u sariir ah ya, dhulka ayaa. Ma dirac $300 ee hooyadaa xiran tahay? Ma xirna. Mara baati ah oo jeexjeexan aad u wasakhaysan ya ayaa ku caddaatay, jeexjeexan tahay, waa baati, waa wasakh, way ku caddaatay jirkeeda, xataa mawda astureysa, dhulkaasay fadhidaa hooyo, qoortii waa qalloocan tahay, caliyadii baa daadanaysaa, wax u soo celiyeen rabtaa, wax ka tirtireen rabtaa, xageed joogtaa adiga ilaahan kugu dharshay? laa ilaaha illa allah. Hooyadaa sidaa ah ilaahay baana ku dhaariyey, waad ogsoontiino waa taqaanan, qaxootiyadii joogtaa dhulkeenii bay joogaan, ceelasha biyahay joogaan, degmooyinka iyo tuulooyinka ay hooyadaas ku nooshahay oo ay joogtaa. Hooyada aan tilmaamaye ilaahay baana ku dhaariyey, aaway ubadkii xooggeedii qaatay, aaway, aaway, aaway. Wiilka 20 jirka ah ee hooyadaa miirtay, aaway, qaatay arageedii, qaatay maqalkeedii, qaatay midabkeedii qurxoonaa, qaatay timaheedii madoobaa, qaatay xooggeedii, aaway, aaway, kay ku soo rafaaday, aaway. Orubbu ku raaxaysanaya Amerika, sooma Amerika iyo Orubba ayuu ku raaxaysanaya, hooyo kale oo sidan awaayeel ayuu u qabaynaya, sooma oo uu ilaalinaya, aaway, gabadhii ay ku soo daashay hooyadan, aaway, aaway, hooyadan, hooyadan qoorta soo ceshan lahaa, dhararka daadinaysa, hooyadan xanuunsan, hooyadan biyaha wax siyan lahaa, hooyadan afka wax wax ugu ridan lahaa, hooyadan wax u qabeeya lahaa, hooyadan dharka wax ka bedela lahaa, aratiran lahaa, hooyadan yaa, aaway, gabadheedii, aaway. Waa kuwan maalin walba culimmadu su-aalaha soo weydiinaya, soomaa dhahaya meel daarulmusiniin ayaan oo Norway iyo Orobba aanu ka shaqaynaa, dhahaya shaqadan ma xalaal baa mise waa xaar, oo maxaad qabataa? Oo nin baan u qabeeyaa, hooyaan waayeel oo gaalo oo lasoo tuuray, ilmaheedii soo tuureen ayaan u qabeeya, oo aan u dhaya, oo aan u masaajeeya, oo aan dhar u xira, oo aan bambar u xira, oo aan carfiya, oo aan socodsiya, oo aan hordisiya, oo aan hoobayo hoobayo aan dhaha, oo aan seexiya, war aawa soo gabadha taa maaha ya. Markaas kadibay weydiinaysaa, lacagtan aan qaato ma xalaal baa mise waa xaaraan, waa xaaraan, waa xaaraan, waa xaaraan. Yaa weydiinaysaa, yaa kuu xalaalayn karaaya? Hooyadan miskiinta eeg,
وكويل يري إما يبلغن فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وكويل يبلغ يري واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا garabka u raarici baa lagu yiri intee in say wax lagugu sheegaa u raarici allah ku dhahay garabka u raarici yaani keegare weeyaan keegare garabka raaricinta waa keegare hadalka waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ha anaanan in aalu yiri haddana yaa fala taqul lahuma uffin wala tanharuma ha anaanan هذا الحين هديهم بالويري ودعي هذا الوناك سند قربك أراريعي كيقري حمبار كتر ترنريركا ككعي بوركا كبد المرضى كبدق أفيرين أمارك تأفك واحد عبتان عنسي أوركي دبوحي أقبي سليد أمري مساجي تناكا قباهن إناد مساجي ست سوما هو يدا وي هو يدا أباهن مساجو تن واي تن جنة ذي لقو قليي تن واي تن حولها حلاشا أكتيد لقو ديقي ها كوا واحد كسو قادتت والله واحاران واحاران اكتود هذا كل متن والقو يابا ور اله انه كبقن اله انه كبقن موضوع يانو كديران وحو يري حبيب كان صلى الله عليه وسلم ما اذين شيغا باكبر الكبائر ما اذين شيغا هذا اللي يري نو شيغ رسول الله مركاس وحو يري الاشراك بالله واله لو شريك له حقي سي انت لا قادو غير كي لا سيو نعمدي سي انت لو دهفسد غير كي لو شكريو كلابات وعقوق الوالدين وكان عاقه والدك عاقه كن نقضي كاويا وان دي شيغي عقوبه لبد روح لو سو ددجي مد كود ويان عقابت ادونك لو كين مرنا بعقل الوالدين مقولي سناي مرنا بمقولي سناي عقل والدين مرنبا مقولي سنايو كو الدنيا اخره وكو ماركتاي وكو وكو خسارايا كسدحات انتو نشيغن ايو حبيبك صلى الله عليه وسلم نعني نعب اجي في وسوفري سنايا بركاسو لي الا وقول الزور الا وقول الزور الا وشهادة الزور الله يجري كسدحات يا ادن بيدو اقوا وين ومرخاتي بينا له هذا البيان له كان مركو ما ركتاي هذا لا يبا بين أن ما ركتاي كو هذا لا كان مرخاتي مركو فريو أنا عدالة دراعنة بين إي بين إي ما ركتاي بلايو كفرة أو بين شيغا أو مرخاتي كبين شيغا كاوية لا إله وكو العلي كو العلي إلى أي صحابة ذي ليته سكت ألا مو آمصه ألا محان ويديني ألا مو آمصه الله أكبر مرك حقت جلسه وايل باتهاي واللحظه جريت ذات جرباتهاي واطلي منيسا عاوا لغيابا ان ديمتيت قلبتو كلنا بين بعد مرخاتو كفرتي والله ان كانت دوك اسكالي باتر اي او دميركي والله انه كبق حوك سو غبغبين يا ولا يال حديث ورينيو حديث مسلم او كورينيو علي بن ابي طالب رضي الله عنه ايا وحليه رسولك وحليه صلى الله عليه وسلم لعن الله رسولك صلى الله عليه وسلم لعن الله من سرق منار الأرض حديثك ومسلم ويا لعن الله من سرق منار الأرض إلهي وحول لعن ذي أما الله لعن ذو يا قفكي حذا منار الأرض منار الأرض وحويا على مضها للك الله يشي يحدود ذلك أولي يا يا تربية ذلك قفتي حدا إلهي هلا عنده يعني نبى ذل إسكال ذلك يسي منار أولي يعني وحي على مدولي دربي أفرجيسا أيو لي يا وأو ذي يا كنجال بأو ركبة مركزة حقة أنت لقى صورت لك حانتي وحي بالله باللقيسنا يا محلو جدا إن لو واحد قدوني كان ذلك يسي حوالي مركز لقات أم أوديه لجروه أيا لصادر كايا إيك ماشي حدود أهيد درس كي بصوت عفاية ومنار الأرض كاويا كل شيء جي حق صار لوجا صوت دركايا أنت لوجا صوت دركايا نكي جوري جلواتن كمتر إسكوير كأها إيه حتى أصورنا مركو يمادة وابا بول ير وابا مليار ومارك تاي دور تاكا
داوي انت لوغا سو ترك انت علامدهي سي دما حدوددي سي افرت اها او ايدلبا وا بابين ها قفك حدا حدود قف قفك حدا اما منار الارض دولك علامدهي سي قفك بابيا او ترترا الهي ولعنضي بحاوعي وا بلو ظلمي قويان مركات علامدهي دولك ديركي سي حدودي سي اد قادتيد وحا كخيغا وا مخي waa maxay waxa ku xiga waxa ku xiga waa inaad dhulkii goosatid oo aad dhacdid eeg meel laga joojinay fiir ninkii manaar al-ard qaadanaya oo dhacay ee darbiga markii horeba saa u taabanay ama ridaya ayaa la yiri waa malcuun kan kala maxaa u maleysa ilaahay todobada dhul baa loo goynayaa isagana ilaahay inuu ka baxno ilaahay inuu ka baxno ilaahay inuu ka cabsano dhulmiga inuu wadnaa wallahi waa dhulmi aad ii aad u xun weeyaan ajalka hal gudbiyo dadka walaalaha hal gaarsiyo wixii caasi ay wixii kale ee zalim ahba hal gaarsiyo ilaahay haydan dhowr ilaahay waxaan ka baryaaya ilaahay waxaan ka baryaaya ummada soomaaliyeed ay wax kala dhacay ilaahay rushdigeeda u soo celiyo dhulalkaan la kala dhacay ilaahay u soo celiyo rushdigoodii dadkan dhacay dadka laga dhacay dhulalkooda allah u soo celiyo kuwan kalena ilaahay ha tuso dulmiga ay ku jiraa xumidiisa allah ha tuso ilaahay ha garansiyo inay dhulalka soo celiyaan ilaahay ha garansiyo inay dhulalka soo celiyaan qof walboo dulman allah u gargaaro ilaahay waxaan ka baryay adduunkan gargaar waa laga waayey yaa adduunkan adduun dulmi ayuu noqday gargaar waa laga waayey ilaahay waxaan ka baryay qof walba oo dhul laga qaaday ama la dulmay si uun loo dulmay dulmiga allah uu soo daay dulmiga ilaahay ha uga soo gargaaro ilaahay dulmiga ha uga celiyo ilaahay dulmiga ha ka qaado ilaahay dulmiga ha ka qaado inta xanuunsan allah caafiyo انت حنوسنا الله عافيو انت حنوسنا الله عافيو انت حرن الله سودايو انت مقن الله سو اوروريو انت اوبد لا يقاتي اوبدك الله سو عليو انت لو سو سوده الله كدفاعو رنتي ان بدن بان دينتي ليحني او انغينا كفوغاني الهي وحان كبري دينته يوتوبته توسن الله نوغو سو عليو الهي توبته توسن نوغو سو عليو دالنياردين الهي وحان كبري الهي دالنياردين مستقبل كودا هاجاجيو dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan ilaahay ha dhowro ilaahay ha asturo ilaahay intaana guursan guur xalaala allah siiyo intaana guursan guur xalaala allah siiyo intaana guursan guur xalaala allah siiyo guur ay ku dhowrsadaan oo cibaadaan allah siiyo mida ilaahay ugu dhowaadaan allah siiyo mida ubad ku helaan allah siiyo inta guursatay ee aan ubad helin ubad saalixina allah siiyo ilaahay mustaqbalka dhalinyaradeena ha ifiyo in badan baa mustaqbalkooda mugdi ku jiraay ilaahay ha ifiyo ilaahay mustaqbalkooda ha ifiyo ilaahay mustaqbalkooda ha ifiyo inta dhiba dhibka allah ka qaado ilaahay waxaan idin kaga baryay adduun iyo aakhiro wanaag dhulkeenii hooyo haloo duceeyaan la ilaawin dhulkeenii hooyo waa inta soomaaliya degtay ilaahay barisamaadkii ha ugu soo celiyo amnigiisa ammaankiisa allah sugo amnigiisa ammaankiisa allah sugo amnigiisa ammaankiisa allah sugo dadkiisana qalbi qof kaliya allah ka yeelo qalbi qof kaliya allah ka yeelo qalbi qof kaliya allah ka yeelo ul ii dirked allah ka yeelo ul ii dirked allah ka yeelo ul ii dirked allah ka yeelo adduunka waa laba beri waa laga tagayaa ilaahay nagama saara adduunkan ilaa isagoo naga raalli ahmaan haddaynu ka tagno jannatul firdows allah isagu kaa geeyo xabiibka maciisa sala allahu calayhi wasalam astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icuhu wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu